أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مبادرة ابني أديبا، والتي تستهدف بناء جيل فني واع بقضايا المجتمع. وعملت مبادرة ابني أديبا خلال 4 أشهر ونصف على تدريب أكثر من 20 طفلا تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 15 عاما، وتناولت المسرحية عددا من قضايا التنمية المستدامة التي تأتي ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030. والله مبادرة مهمة جدا ابني أديبا، أنا شايف إنها هتبقى حاجة مهمة جدا للأطفال وللكبار وللشباب، وإن أنا ببدأ من القاعدة الأساسية، الأساس هو الطفل. عندما تبني طفلا سليما هتبني مواطنا سليما محبا للوطن. وانا دايما بشوف ان انسب الطرق انك تبني انسان سليم هو الفن. والله هي المبادره ابتدت ورقه سياسات كانت موجوده في التنسيقيه عن تنميه النشأ. عندنا قناعه انه الاستثمار في النشأ هو الاهم، لانه الحقيقه ان النشأ مش بس حصاد المستقبل، النشأ هم دول اللي مكملين في الجمهوريه الجديده. الجهود اللي بتبذلها الدوله المصريه الحقيقه ما حدش خالص يقدر ينكرها، يعني حياه كريمه والمشروعات وكل ده محتاج يعني مواطن قادر على حمايته وصيانته وتنميته والحفاظ عليه. الهدف من المبادره ان الاولاد يكسبوا ثقه في نفسهم، يمارسوا حاجه بره اسلوب الحياه الدراسيه، يمارسوا هوايه، يمارسوا ان هو يقدر يواجه جمهور. في الولايات المتحده الامريكيه وفي كتير من دول العالم اكتر حاجه بيخاف منها الناس الموت ومواجهه الجمهور، فان انت تخلي طفل من 5 سنين ل15 سنة يقف على خشبه مسرح، يقوم بدور كامل من اوله لاخره، وهم كلهم اطفال بيساندوا بعض، بيتعلموا روح الفريق ويواجه الجمهور، فهو بيتعلم يعني ايه فن، بيتعلم يعني ايه تذوق، بيتعلم يعني ايه حس جمالي، بينتمي للوطن اكتر، ويقدر بعد كده كمان يكون مع فريق وروح فريق ويثق في قدراته ويقدر يبني بلده. اشتغلنا خلال 4 شهور على تدريب الصوت، تمثيل، الالقاء، استعراضات، وقعدنا عملنا تدريبات كتير جدا، ثم ابتدينا نشتغل على المسرحيه. الحمد لله هم كانوا بيتطوروا كل فتره عن اللي قبلها. احنا كان الهدف من المبادره في الجزء ده تحديدا اننا مش شرط هم يطلعوا يمارسوا الفن، يعني مش عايز اطلع ممثل، مش عايز اطلع كاتب، مش عايز اطلع مخرج، مش شرط هيطلع منهم ناس موهوبه، بس انا عايز اطلع ممارس ومتذوق. احنا في ابن اديبا بدانا بان احنا نالف قصص باسمها ابن اديبا، بنالف قصص وبنوسع فكرنا عشان يبقى عندنا ثقافه ونخلي الجيل الجديد عنده ثقافه. من الاول خالص واحنا بنتمرن قصص، ازاي نعمل قصص وانيميشن، وكنا كذا حاجه بنكبر الموضوع ده. ودلوقتي بقى دخلنا على المسرحيه، خدنا 4 شهور ونص، وكان طبعا المخرج جلال وعزوز كانوا معانا. استفدت ان انا ممكن مثلا اطلع ممثله لما اكبر، او استفدت حاجات يعني ممكن ممثلين يعملوها. انا كان في الاول ما كانش عندي اي فكره عن اي حاجه، جينا المبادره علمونا ازاي نكتب قصص، نالف قصص وبرمجه، يعني نعمل كرتونات لوحدنا. وطبعا احنا هدفنا في المسرحيه دي ان احنا يعني نفهم الاطفال او يعني اي حد يعني ايه تنميه مستدامه.